السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فروض المراقبة المستمرة. دائما في إطار هذه الفروض، فروض المراقبة المستمرة، مكون التراكيب بالنسبة للغة العربية المستوى السادس ابتدائي الموسم الدراسي 2022-2023 الدورة الأولى. إذا مكون التراكيب عليه 10 ديال النقط، 10 ديال النقط دائما. إذا كل مكون كنديروا عليه 10 ديال النقط باش كيجي سهل التنقيح. اذا في هذا مكون التراكيب عندي سؤالين هنا في هذه الصفحه وثلاثه ديال الاسئله كاينين في صفحه اخرى. اذا السؤال الاول: استخرج الافعال المضارعه المنصوبه من الجمل الاتيه. اذا هنايا كنتكلموا على الافعال المضارعه، يعني الفعل المضارع المنصوب، الافعال المضارعه المنصوبه في الجمل التاليه او الاتيه. اذا عندي الجمل، عندي جملتين: يسرني ان تنجحوا جميعا، عليك بالصدق كي تسلم. هنا عندي الكولون ديال الأفعال المضارعة المنصوبة، وهنا عندي حرف النصب. إذا يسرني أن تنجحوا جميعا، فينا هو الفعل المضارع المنصوب؟ هنا تنجحوا، تنجحوا. إذا نكتبوه تنجحوا. إذا تنجحوا، إذا هو منصوب بماذا؟ منصوب بحذف النون. إذا حرف النصب هو أن، حرف النصب هو نعم. يسرني أن تنجحوا جميعا، الأفعال المضارعة تنجحوا، حرف النصب هو أن. عليك بالصدق كي تسلم، إذا كي تسلم، إذا فين هو الفعل المضارع المنصوب؟ هنا عندي طبيعة الحال تسلم، 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 نعم، وفعل منصوب، مضارع منصوب، حرف النصب وهو كي، كي، كي ماذا؟ كي تسلم. إذا هنا تنجحوا حرف النصب هو أن، تسلم حرف النصب هو كي. دوزو السؤال الثاني دائما في التراكيب: أحول العبارات التي تحتها خط إلى مصدر مؤول. إذا أحول العبارات التي تحتها خط إلى مصدر مؤول، أنا كنتكلم على أن والفعل المضارع. ده الجمل، نقرأ الجمل: اعتادت الأم أن تستقبل الجيران في ذكرى المولد النبوي، التف الجميع حول التلفاز كي يستمتعوا بمشاهدة المباراة، يسعدني أن تزور أقاربك، يتمنى أن يتعلم. إذا غنحول هذه العبارات التي تحتها خط إلى مصدر مؤول: اعتادت الأم أن تستقبل. إذا اعتادت الأم ماذا؟ استقبال. نكتب استقبال، 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 استقبال. إذا هو مصدر مؤول. منين ماجي؟ من أن تستقبل. بدلنا هذا أن تستقبل بايش؟ مصدر مؤول. إذا اعتادت الأم، غتولي اعتادت الأم استقبال الجيران في ذكرى المولد النبوي. الجملة الثانية: التف الجميع، التف الجميع حول التلفاز كي يستمتعوا بمشاهدة المباراة. كي يستمتعوا، غادي تولي للاستمتاع، للاستمتاع، للاستمتاع. إذا همزة وصل لأنه استمتع فعل سداسي، للاستمتاع. إذا التف الجميع حول التلفاز للاستمتاع بمشاهدة المباراة. إذا هو مصدر مؤول. يسعدني أن تزور أقاربك، أن تزور غادي تولي زيارة. يتمنى أن يتعلم، يتمنى التعلم، يتعلم يعني يتمنى التعلم، التعلم. مفهوم. إذا استقبال، الاستمتاع، زيارة، تعلم. إذا ندوزو السؤال الموالي، السؤال الثالث، نعم، إذا دائما انتبهوا معي. أدخل حرف جزم مناسب على الجمل الآتية مع الشكل التام. إذا غندخلو حروف الجزم، نعم، كنتكلمو على حروف الجزم. عندنا لم، وعندنا لام الأمر، ولا الناهية، ولم. إذا لم، وعندنا لام، لام الأمر، وعندنا لا الناهية، وعندنا لما. إذا غنستعملوهم باش نجزموا هاد الأفعال المضارعة. نعم، إذا تتعاون في متابعة دروسك عن بعد. دروسك، شنو هو الحرف ديال الجزم المناسب هنا؟ طبيعة الحال غادي يكون لي. لتتعاون في متابعة دروسك عن بعد. لي. يتمكن الأطباء من القضاء على الوباء بصفة نهائية. إذا لتتعاون، لتتعاون في متابعة دروسك عن بعد. هنا الحرف ديال الجزم غادي يكون هو لم. لم يتمكن
الأطباء لم يتمكن الأطباء من القضاء على الوباء بصفة نهائية. نمكث في منازلنا من أجل مصلحتنا ومصلحة وطننا. إذن لنمكث في منازلنا من أجل مصلحتنا ومصلحة وطننا. إذن هنايا دخلنا حروف الجزم لجزم الفعل المضارع. دوزو السؤال الرابع، دائما في التراكيب أقرأ الجمل وأتمم ملء الجدول. إذا عندي الجمل هما هادو: من يلزم بيته يبعد عنه خطر الإصابة بالوباء، إن تتابع دروسك تنجح في الامتحان، متى تحافظ على النظافة تمنح نفسك حماية. إذا غنتسراو على حرف الشرط، فعل الشرط، وفعل جواب الشرط. الجملة الأولى: من يلزم بيته يبعد عنه خطر الإصابة بالوباء. حرف الشرط ومن، من فعل الشرط يلزم، يلزم فعل جواب الشرط هو يبعد، يبعد عفوا، يبعد. نعم، إن تتابع دروسك تنجح في الامتحان. إذا إن هو حرف الشرط، إن فعل الشرط هو تتابع، تتابع، وفعل جواب الشرط هو تنجح، تنجح. متى تحافظ على النظافة تمنح نفسك حماية. حرف الشرط هو متى، بينما فعل الشرط هو تحافظ، تحافظ، فعل جواب الشرط تمنح، تمنح. السؤال الخامس، نمر إلى السؤال الخامس. أعرب، ليس أعرف، أعرب. إذا أعرب هذه الجملة، هذه: لنتعاون على تجاوز الأزمة، لنتعاون على تجاوز الأزمة. إذا لم وحرف جزم، نتعاون هو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، إذن هو مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. إذن السكون الظاهر على آخره هو علامة لجزمه. على هو حرف جر، تجاوز واسم مجرور، اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. إذن هو مضاف، تجاوزي ومضاف، نعم مضاف، والأزمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره أيضا، جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن لي حرف جزم، نتعاون فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، على حرف جر، تجاوزي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الأزمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص التراكيب من اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.